كده هدفين مقابل هدف. الأستاذ ياسر والأستاذ محمد. الأستاذ محمد والأستاذ ياسر. بصوا بقى، السؤال اللي جاي كل واحد فيكم هيكتب، وهرجع لمدام هبة ومدام نجلة، انتوا كمان هتكتبوا طبعا، مش هتبصوا ورا. تمام، اتفقنا؟ تمام. لو جاوبت صح خلاص رجعت ب 25 نقطة، لو جاوبت غلط لازم حضرتك تجاوب صح علشان تتعادلوا. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام ان شاء الله خير. السؤال الرابع سؤال عائلي، ايه اول هدية جات لكم بعد الجواز ومن مين؟ مش فاكرة؟ تبقى غلط كده بقى ولا ايه؟ لا مش فاكرة. انا ما جاوبتش، مش فاكر. ولا انا مش فاكرة بصراحة، مش فاكرة كده. فاكرة؟ اه. ايه بقى؟ فازة. من مين؟ مش فاكر طبعا. من بنت عمتك. من بنت عمتي. خلاص، من بنت عمتي جابت فازة. بص بقى، بص بقى، الحاجات دي ما بتتنسيش. لا لا بجد مش فاكرة. مش فاكرة 20 سنة ومش فاكرة. طب أول هدية جابها لك ايه؟ غوايش. طب ما قلتيش كده ليه؟ ما هو ما هو كتبها. طب ما انا ما اعرفش حضرتك قلت حد جاب لكم هديه ومين. ايوه ياسر مش حد. ايه اول هديه جات لكم بعد الجواز ومن مين؟ لو اول هديه جات لك بعد الجواز من جوزك غوايش ياسر. والله حضرتك للاسف الشديد مش هنقدر نحسبها هدف. استاذ محمد، مع انك ما جاوبتش ولكن هترجع ب 25 نقطه. اتفضلوا. 25 نقطة لعيلة رياض، هدفين مقابل هدف.